عام للشباب ومؤتمرات تناقش قضاياهم، إيماناً بدورهم المهم في مستقبل مصر، وأن إصلاح البلاد من منحهم فرص حقيقية للعمل والإبداع. وعلى الرغم من أن مصر تعد من الأمم الشابة لتشكيل شريحة الشباب ثلثي تعداد سكانها، إلا أن مؤشرات مصر في مجالات البحث العلمي وتنمية الشباب وبيئة العمل والابتكار ما زالت متراجعة ولا تتناسب مع قدراتها، الأمر الذي يدفع الدولة بكل طاقتها إلى تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لتولي زمام القيادة في كافة الوزارات والمؤسسات وتأهيلهم لأداء دورهم في العمل العام. ومع انتشار مفاهيم ريادة الأعمال والجهات الداعمة لها، ظهر عدد من الشباب في مجالات متنوعة قدموا أفكاراً تخدم الواقع وتتعامل مع المستقبل لتمثل بارقة أمل لنهضة مصر، شريطة أن تدعم الدولة تلك التوجهات بكل طاقتها وإمكانيتها كخيار لا بديل له. فهل ينجح انفتاح الدولة على شبابها في تحقيق أغراضه ومقاومة الروتين وتعقيد الإجراءات والفساد والخلاف السياسي؟ يمكن لأول مرة هعترف أو هقولها صراحة إن بداية دخولي الشخصي في مجال الإعلام كان حلمي وهدفي الأساسي هو دعم كل ما له علاقة بالشباب. يعني ما بقى يعني الواحد ما بيحسش ان هو افاد بلده وعمل حاجه، ممكن في فقرات ترفيهيه ظريفه وحاجات حياه عامه وكده، ولكن لما بتلاقي شباب مشرف وشباب عينه كده فيها اصرار وفيها تحدي ومش فارق معاه الاحباطات اللي حواليه وبيشتغل، بحس ان انا عايز يعني اشيله واحتفل بيه واعمل له كل اللي هو نفسه فيه اللي ربنا يقدرني عليه. عشان كده انا في منتهى السعاده بعوده فقره خليك ايجابي، وهنرجع تاني ندور في كل مصر على الشباب الايجابي ونبرز اللي بيقدموه ونقول لهم احنا وراكم ومصر كلها وراكم وانتم الامل، وسيبوا المحبطين على جنب مالكوش دعوه بيهم، اللي عايز يحبط يقعد على القهوه يحبط لوحده ويندب حظه لوحده وكملوا طريقكم. النهارده معانا اتنين من الشباب اللي بسميهم دايما الشباب اللي يفرح. معانا امنه يحيى، اهلا امنه. اهلا وسهلا. معايا اسلام ياسين، اهلا اسلام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. معلش اسلام بقى ليديز فيرست، فهنبدا بامنه. اوكي اتفضل. امنه كلميني عن مبادره حلم او مشروع حلم. هي المؤسسة ابتدت من حوالي 4 سنين كفكرة، وناس كتير قوي بتفتكر ان احنا ابتدينا عشان احنا نفسنا عندنا اعاقة او عشان احنا حد من اسرتنا، انا ورامز ماهر، والحقيقة ما كانتش كده. احنا كنا عندنا 23 سنة لما جات لنا الفكرة، وانا كنت رحت في المانيا في حاجة عشت فيها ساعتين كاني كفيفة، وكان نفسي انقل ده لكل الناس اللي في مصر. لا تاني معلش اشرحي لي يعني ايه عشت ساعتين. يعني دخلت حاجه اسمها الدايلوج ان ذا دارك، دي عباره عن اوضه ضلمه تماما وبتعيش كانه عالم تاني بس في الضلمه. فجربت اخش سوق وانا في الضلمه، وجربت اشتري حاجات، وجربت اعدي اركب مركب، وعشت كاني كفيفه فعلا. فكانت فعلا حاجه صغيره جدا او ساعه في حياتي بس غيرت كل حاجه. فمن هنا ابتدت الفكره بالنسبه لي. وبالنسبه لرامز كان عنده صديق في الجامعه عنده اعاقه بصريه، وفي لحظه كل الناس اللي في الفصل نسيته، محدش فكر يعمل العرض بتاعه بصوت وصوره، كله عمله بصوره بس. فالولد قال لرامز قال له هو ايه اللي بيحصل في الفصل؟ فحاجه صغيره جدا ان احنا ممكن نخلي شخص موجود او مش موجود. وهي من هنا ابتدت فكره حلم، ان احنا مكان الناس كلها بتتواجد فيه، نصنا عنده اعاقات مختلفه ونصه ما عندوش، اللي عنده اعاقه في حلم بيتطوع زيه زي غيره، مفيش فكره احنا بنخدمهم. وهو ده العالم بتاعنا في حلم، ان احنا فعلا بنحاول ندعم ذوي الاعاقه ان هم يقدروا يشتغلوا ويكونوا ليهم وضع في المجتمع زي اي حد. أمنة كلامك جميل وملهم، يعني باين من اوله كده. عايزه اروح لاسلام واقول له مخلفات النخيل، يعني انا وانا بقول كده بقدم الفقره في الاول كنت فاكره ان انا بقرا حاجه غلط. مخلفات النخيل يعني مش النخيل، مش جذع النخيل، بتاخدوا ايه من النخيل وبتعملوا بيه ايه يعني؟ طيب نباتة كانت مجرد فكرة. أسوان تحديدا هي ثالث أكبر محافظة في مصر منتجة للنخيل، فيها ما يخرج من 1,800,000 نخلة موجودة، وأعتقد دي ثروة اقتصادية قوية جدا. لكن للأسف دول بينتجوا حوالي 105,000 طن من المخلفات، بتسبب كوارث بيئية وزراعية ضخمة جدا في أسوان نتيجة الحرق ونتيجة التلوث سواء الهوائي أو المائي في نهر النيل في أسوان، بالإضافة إلى المظهر الجمالي اللي بتميز بيه أسوان بدأ ياخد منحة مش كويس، لأن المخلفات بتسبب لهم كوارث كبيرة جدا.
كان حلمي ازاي اقدر اوفر فرص عمل حقيقية لبعض الاشخاص في اسوان تحديدا بعد مش عايز اقول توقف السياحة، ولكن بعد ما في بدأ يبقى في السياحة بدأت تضعف الى حد ما. يعني مخلفات النخيل لما قعدنا نفكر وعملنا ريسيرش اكتشفنا هي مش مشكلة، ممكن نحولها من مشكلة الى مورد. بجزء الاول بس فهمنا وفهم الناس ايه مخلفات النخيل، ايه الجزء اللي بيبقى فوق كده مغطيها الخشن ده صح؟ النخلة فيها جزء كبير جدا منها مخلفات زي الجريد زي العرجون، ده المسمى العلمي بتاعه، زي السعف زي الليف، كل هذه المسميات تندرج تحت رفايات او مخلفات النخيل. احنا بنعمل حاجة واحدة بس، بنستخدم مخلف واحد من هذه المخلفات وبنعمل له معالجة بطريقة بسيطة مش معقدة، وبنحول هذه المخلفات الى مادة صالحة للاستخدام الادمي. الفكرة كلها بنلعب على حاجتين، الفكرة الاولانية كمسؤولية بيئية بنحاول نعمل على تحسين البيئة، والفكرة التانية واحنا المشاهد اللي احنا شايفينها خطر، يعني الحرق اللي حاصل ده واستخدام المخلفات بطريقة، يعني شفنا حالا حرق المخلفات فده خطر، فانت فعلا بتحسن البيئة اذا بتعمل اذا انت بتستخدم المواد دي بطريقة تانية. بتعملوا ايه بقى؟ اشرح لنا. دي مادة العرجون اللي موجودة على الشاشة، دي مرحلة التجهيز والتأشير اللي بتتم في اول مرحلة ليها بعد ما يدخل المخلف عندنا. والمرحلة دي ليها جزء من الفنيات، وبعد كده بتعمل لها معالجة بالمية زي ما هو حاليا موجود على الشاشة. وبعد المرحلة دي مباشرة بيدخل الـ 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 العرجون ده في النول عشان نقدر بعد كده نستخدمه كمادة صالحة للاستخدام. ده الجزء الخاص بالتصميم، وبعد كده بنربط المادة دي مع الجلد الطبيعي. احنا دايما بنركز على صناعات خضراء، يعني حاجات شكلها جميل. بالظبط، دي من المنتجات الموجودة في أسوان لمشروع نباتة. يعني انت اللي عامل الشنطة دي يا اسلام؟ اه بالظبط. برافو عليك يا اسلام، ربنا يبارك لك. لا وذوقك حلو، يعني معمولة ديزاين، يعني تصميم رائع، يعني مش مجرد بس تدوير وخلاص. يعني دي كمان جزء مهم جدا، ان احنا بنلعب على تصميمات تراثية نقدر من خلالها نعكس التراث والثقافة اللي بتتميز بيها أسوان والنوبة تحديدا. بيس يعني يا احمد، يعني تحفه تحفه، برافو عليك يا استاذ. معموله بالايد، متعوب. لا ذوق، يعني عارفه مش حد بس خد عمل كراسي مثلا او عمل حاجه مصمطه، لا ده عمل حاجه فيها لمسه ذوق رائعه. برافو سولو. شكرك يا فندم. امينه، خلينا نتكلم بصراحه، نسبه المعاقين في مصر اللي هي 5% اللي في القانون، الشركات ايه اللي بتلتزم بيها بتجيبه مع الورق عشان تامن نفسها، والشركات اللي ما بتلتزمش بيبقى في ضغوط عليها او مشاكل او كده، انت عملت ايه للمعاقين عشان هم بقى يندمجوا يحسوا ان هم فعلا ناس ايجابيين وشغالين وبيساهموا بحقيقي مش مجرد نسبه وخلاص؟ طيب نرجع للمشكله اصلا اساسها ايه، هي مش مجرد الموضوع من وجهه نظر الشركه، يعني ناس كتير قوي بتلوم الشركه وهم مش عايزين يعينوا. احنا لما دخلنا المجال لقينا الموضوع اكبر بكتير من كده، يعني الشخص نفسه ليه دور، يعني هو اذا كان الشخص اللي ما عندوش اعاقه عندنا مصاعب كتيره في البلد منها التعليم، فالشخص نفسه اللي عنده اعاقه بقى كمان مش قادر يوصل للمدرسه، فبالتالي تعليمه قليل، فبالتالي كتير منه ما بيقدرش يوصل لحته ان هو يشتغل، ناقص السكيلز ومفيش اماكن تدريب كتيره بتقدر تستوعبه. فاحنا فكرنا في فكره ان احنا نبتدي نشتغل على ده، يعني نشتغل على فكره ان احنا نوفر له الاليات اللي هو يقدر يتدرب بيها، ان احنا نفهم الجهات المختلفه ازاي تستوعبه. فكره الخوف من اللي انت ما تعرفوش دي اكبر مشكله تانية. اللي احنا شايفينه ده هو اللي على الشاشه دلوقتي، اشرحي لنا ممكن. ده حسين جمال، احد الممبرز في حلم. حسين من اكتر القصص الجميله، لان هو كان دايما بيتكلم على ازاي والدته وهو صغير كان كل الناس بتقوله انت مش هتعرف تكتب، كان هو عنده تشوه في الاطراف، وازاي ان هي مامته مسكت القلم وحطته في ايده وقالت له انت هتكتب يعني هتكتب، وازاي ان هو بعد فتره طويله ابتدى يركب الجهاز اللي يقدر يتيح ليه ان هو يقدر زي ما انتم شايفين كده يلعب كوره، وهو مهندس برمجيات وبيشتغل في شركه وكل حاجه. فهي الفكره كلها نظره المجتمع للشخص. هو فعلا ناس كتير تقول لك هو هيقدر يعمل ايه، ده واحد عنده شلل اطفال، ده واحد عنده شلل رباعي، يعني هيقدر يعمل ايه؟ فبسبب عدم الوعي وعدم الناس ان احنا واحنا بنكبر في المدارس مش بنشوف نماذج قويه جدا زي حسين وغيره كتير، بيبقى عندنا مشكله ان احنا نستوعب ده. فتلاقي حد ممكن يبقى رئيس شركه بس لما تيجي تقول له طب تخيلوا كده، مثلا انا جيت قلت لحضرتك مثلا اتفضلي شخص كفيف هيشتغل معاكي بكره،
لو حضرتك ما تعرفيش حاجه عن الشخص الكفيف هتتخض بالظبط. هشغله في ايه؟ طب هو يقدر يستعمل الكمبيوتر؟ هو بيستعمل الكمبيوتر والموبايل وكل حاجه. ومن هنا ابتدينا نوصل الاحساس ده من خلال الانشطه المختلفه بتاعتنا ان نشتغل على الشركه وعلى المجتمع وعلى الشخص. انا من كلامك يا امينه عايزه اعمل حاجتين عشان انت بقول لك كل كلامك ملهم جدا. عايزه اوجه تحيه للمدارس لانه في مدارس كتير بتعمل دمج للاطفال في الفصول، فعشان الموضوع ده بيخدم طرفين اعتقد، بيخدم الطفل نفسه اللي هو اللي بيندمج في المجتمع بصوره طبيعيه بالظبط، وبيخدم كمان الاطفال التانيين اللي بيشوفوا انه في ناس تانية غيري في الحياه بالظبط. احنا شايفين يعني لقطات كتير قوي. حاله تانية تقريبا ده طارق سالم، ده مشروع ايم هوم اللي هو عامله. طارق سالم عنده شلل رباعي وهو كان بسبب حادثه، وكان اصلا يعني هو اصلا كان بروجرامر وبيشتغل على الكمبيوتر، فحياته كلها كانت معتمده على صوابعه يعني ده شغلته. فحتى هتلاقوا في الفيديو اللي شغال ده ازاي هو اخترع او اشتغل على انه يشوف ايه التولز المختلفه الادوات المختلفه اللي يقدر زي ما انتم شايفين يعمل بيها كل حاجه، يحلق بنفسه، ياكل بنفسه، حتى دي اوضته وسريره وحاجته كلها، ازاي ان هو حتى السرير ركب فيه جهاز بسيط يقدر يرفعه، كل حاجه بيتحكم بالموبايل والكمبيوتر والاجهزه ان هو يقدر يتحكم في اوضته، بيلبس، بيتحرك، بيكلم كل حاجة في الأوضة، السنسرز في أوضته كلها، بحيث ان هو تولز مختلفة تقدر تتيح ليه ان هو يعيش حياة طبيعية جدا. فحتى طارق ده مشروع هو قائم عليه، واحنا عايزين ان احنا نشجع رجال الاعمال والمستثمرين ان هم يستثمروا في مشاريع زي بتاع طارق. طب انا استاذنك بدعو الاثنين العظماء اللي يعني انا بجد مش يعني ايه الجمال ده يعني ان انا بدعوهم الاسبوع الجاي يشرفونا هنا. اكيد طبعا. بجد الناس دي عارفه بحس اول ما اشوفهم بحس بايه؟ لما بشوفهم بشوف الشاب اللي قاعد على القهوه بيشتكي من اللي مستني الظهر يلعب والدنيا بايظه والدنيا خربانه، لما بيشوفوا الناس دي اكيد بيكسفوا من نفسهم. يعني طبعا في مشاكل في حياتنا والشباب وفي بطاله وفي كله، بس في ناس بتتكاسل او مش عايزه تتعب زي دول يعني. هي دي اهم حاجه فعلا، ان هي في حلم احنا بنحاول نوري. يعني الناس بتقول لك يعني انتوا بتدربوا كام واحد؟ هو صحيح احنا بندرب، بنشتغل على التوظيف وبنعمل كل ده، بس الاهم اكتر بكتير ان فكره انك اي حد بيخش سواء عنده اعاقه او لا بياخد امل كبير جدا ان هو يقدر ياخد خطوات ناحيه حلمه، عشان طبعا احنا عارفين المصاعب الكتيره اللي بتقابل، فاحنا بنحاول نتخطاها بطرق مختلفه، وان احنا نشجع الناس انها تدعم حاجات فيها استدامه. يعني احنا كل مشاريعنا فيها استدامه. عندك حق، دي اهم حاجه. وهي اللي انت بتقوليه ده في رسائل كتير قوي لينا، يعني لكل حد محبط زي ما احمد بيقول انه الناس اللي كنا فاكرين انه مستحيل انها تندمج، لا حقيقي هم بيكسفونا. انا مكسوفه من نفسي من حاجه تانية، ان انا ما اعرفش طارق، واعرف نماذج كتير يعني سامحوني تافهه ما بتعملش حاجه، بتقدمش حاجه. يعني العيب علينا وعلى المجتمع انه الناس اللي زي الناس العظيمه دي احنا مش عارفينهم كويس. بس انا عندي طلب بقى. أنا عندي طلب لكل صاحب شركة وكل صاحب كشك وصيدلية وأي حاجة موجودة في مصر تقدر حد يروح يستخدم الخدمة دي. في أكتر من 15 مليون واحد على حسب منظمة الصحة العالمية عنده إعاقة في مصر. يعني ده كاستمر، يعني شخص ممكن يجي يشتري منك حاجات، ممكن يستعمل خدماتك، ممكن انت نفسك هتستفيد وهو كمان يستفيد. فارجوكوا احنا عندنا اليات مختلفه، احنا تم تدريبنا في اليابان وفي بلاد كتيره، وعندنا بارتنرشيبس وحد يعني الاكسسبيليتي مانجر او المدير الاتاحه في شركه والت ديزني، عندنا على البورد اوف ادفايزرز او عندنا في المستشارين وغيرهم كتير من الجهات العالميه. وبنطلب ان كل حد نفسه يخلي مكانه متاح لذوي الاعاقه احنا بنساعد على ده. تقدر تخش عندنا على الصفحة حلم ايجيبت وتقدروا تسألونا ازاي تخلوا مكانكم متاح لذوي الاعاقة من خلال مشروع انطلق بالشراكة مع مؤسسة فودافون مصر. حلو قوي. نسأل اسلام بقى، احنا انطلقت ازاي؟ انت بتعمل منتج وعملت اعادة تدوير لحاجة كانت مشكلة على البيئة، وقدمت منتج شكله جميل، بتعرف تسوقه ازاي؟ ريادة الاعمال في مصر برضو من ضمن الحاجات اللي ثقافتنا فيها محدودة، احنا ما بنعرفش الناس الانتربرينورز دول تعمل معهم ازاي؟ طب نساعدهم ازاي؟ خليني نرجع ورا سنة كده. لما كانت مجرد فكرة بعتها لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في القاهرة، وحازت على جايزة من ضمن أفضل الأفكار في مصر في إدارة المخلفات. دي كانت البداية ازاي يعني الدعم الفني اللي تلقيناه من خلال هذه المنظمة، كيفية تحويل الفكرة الى بزنس.
فدي بدأنا نشتغل على السبلاي تشين والماركتينج والبزنس بلان والبزنس موديل. دي كانت البداية الأساسية في بداية هذا المشروع، لأن ما كانش عندي الخبرة على التسويق والنموذج نموذج الأعمال وعلى التعامل مع اللوجيستكس عموما بشكل عام، الشحن والنقل والتفريغ وما إلى ذلك. بدأنا نقابل شوية تحديات في أسوان تحديدا، لأن كمان المجتمع لا يتقبل ثقافة العمل في النفايات أو في المخلفات. ده كان تحدي كبير جدا في البداية. التحدي الثاني، ما فيش في العلوم ولا في الأبحاث الأكاديمية أو النظرية حاجة تقدر من خلالها تقوي موقف العمل في إدارة المخلفات. بعدها دخلنا على ان احنا عشان ناخد كمان مساحة اكبر من السوق تحديدا في الجزء الخاص بالتسويق، بدأنا نعمل دراسة سوق بشكل كبير في مصر كلها. فاكتشفنا ان احنا اذا اشتغلنا على تصميمات قوية جدا واشتغلنا على معايير جودة عالية هنقدر ناخد مساحة كويسة من السوق. اكتشفنا كمان ان احنا لو اشتغلنا على تصميمات مميزة زي تصميم تراثي اقدر اعكس من خلاله، انا بشتغل على منتج هاند ميد، بشتغل على منتج طريق البيئه، وكمان اخد ادد فاليو تاني، قيمه مضافه زياده، بحيث اقدر اخد مساحه اكبر من السوق. والبرنامج لما قدمناه للمركز الثقافي الالماني، كان في برنامج خاص برواد الاعمال الثقافيين المبدعين في ابريل 2016، خدنا جايزه وسافرت برلين، قعدنا فتره في المانيا بندرس كيفيه التحديات اللي بتقابل الشركات الناشئه في تاسيسها وفي بدايتها. لا انا عايزاك انت تقول لي في 30 ثانيه كده، انت ايه المشكله اللي عندك اللي ممكن اي حد بيتحمس لمشروع نباته يقدر يساعدك؟ انا شايف حاليا بدانا يعني نتغلب على معظم المشكلات. انا محتاج الفتره اللي جايه اشتغل اكتر على التصدير. التصدير بره مصر هيعمل اضافه قويه جدا للاقتصاد المصري ولينا كمشروع. طبعا. شكرا اسلام ياسين، مؤسس مشروع نباته لاستخدام مخلفات النخيل في صناعه مش بس اثاث بقى، انتوا ادوات تجميليه وجماليه. آمنة يحيى، المدير التنفيذي لمشروع حلم لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، و ميس ممكن أشكر أحمد. طبعاً. نداء يعني لقصد زملائنا الإعلاميين الأفاضل وأساتذتنا، والله العظيم الناس دي أحق من أي حد بيظهر في الإعلام، مع كامل احترامي لكل البرامج المنافسة. هو إيه الفايدة إن أنا أدي 10 مليون جنيه ولا مليون دولار و200 ألف دولار لواحد أو مطرب أو مغني للمرة العاشرة يطلع يقول لي انا بحب المايه بسكر وانا بحب الفطير المشلتت وبحب بنت خالتي وحاجه في واحده طلعت قالت انا بظهر على الصبح بيجي لي الاكل بتاعي من مش يعني بجد ايه العائد اللي هيعود علينا؟ انا كمشاهد شفت الفنان ده 20 مره وقال نفس المعلومات. خلينا بقى نفتح سكك للناس الحلوه دي والاسلام والامنه وغيرهم الاف الالاف في شباب مصر، واحنا مكملين في هذا الاتجاه. وشكرا دينا، وتفضل. شكرا. لا طبعا عندك حق جدا، بشكركم مره تانية، وبعيد احياء الامل فينا لما بشوف الناس يعني فعلا بيعاد فينا الامل. النهارده كانت محاوله مننا اننا نقول انه في ناس كتير جدا موجوده بتفكر وبتشتغل وبتعمل، واننا نقول انه فعلا في مشكلات في بلدنا وانه عندنا مشاكل كتير تخص القوانين والتنفيذ والتسهيلات، انما نسهلها على نفسنا الاول. مبسوطه جدا باننا نقدر وباننا هنكمل وباننا نغير. شوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في المصري افندي 360.